هل احنا محتاجين سيكتور زي اقطاع زي قطاع الاتصالات اللي انتوا حضراتكم انتوا النهارده اصلا اعضاء فيه بشكل او باخر، سواء انتوا كنتوا مهندسين او غيرهم، اي بني ادم النهارده في مصر بيعرف يعني ايه اتصالات. هل الاتصالات محتاجه يبقى في هيئه في البلد مسؤوله عن تنظيم الاتصالات؟ اللي موافق ان هي محتاجه يرفع ايده بس. طب ليه محتاجه؟ طيب ده إجابة سؤال، بتقول عشان تنظم الفريكوينسز، إيه تاني غير الفريكوينسز عادي تنظم؟ ليه؟ تنظم الأعطال، تمنع الأعطال أو تحاول تحشي المشاكل اللي عند الناس، صح؟ ماشي. لو في مشكله في اوبريتور النهارده، مين اللي مسؤول عن القصه دي؟ هل حاجه زي الان تي ار اي ولا حد تاني؟ الاوبريتور نفسه اللي مسؤول عنه، ده الخط الديفنس الاولاني. واحنا بقى في التونل بتاع ده كله عندنا كذا هدف كده من الكورس. اول حاجه نفهم العلاقه بين الحاجات اللي احنا يعني المفروض انت ما تبقاش زي اي مواطن عادي النهارده في مصر. انت راجل النهارده مهندس اتصالات، لازم تبقى فاهم الحاجات العامه اللي بتحصل. ونبقى فاهمينها من كذا ناحيه، من ناحيه التكنولوجي دي رقم واحد، فاحنا هنتكلم واحنا ماشيين كده على الحاجات بقى من اول ما طلعت الكوميونيكيشنز لحد الاجيال المختلفه. واحنا بنمر على الاجيال المختلفه مش هدفنا ان احنا وانتوا في ناس كتير منكم عرفوها يعني ايه 1G و2G و3G و4G، لا، الفرق الرئيسي مش التكنيكال ايشوز اللي فيه، هنتعرض ليها، بس هتفهم ليه حصل ترانزيشن من واحده للثانيه. وده لما حصل عمل امباكت ازاي على الماركت وعلى استخدام الناس. واحنا ماشيين في الفلو ده. احنا هدفنا في الكورس كله ننظم طريقه التفكير ونطلع على سيستم ليفل فوق شويه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه تفهم ابعاد ثانيه غير التكنولوجي، يعني واحنا بنتكلم وبنشرح هتفهم ان في حاجات في الدنيا مش احسن تكنولوجي دايما هي اللي الناس بتستخدمها. حد موافق على الجمله ديت؟ في تكنولوجيات كتيره ممتازه وماتت، صح؟ كان ايه الراي؟ المشكله الرئيسيه يا اما وراها حاجه بوليتيكال سبورت، في ايكونوميك امباكت، ماس اوف سكيل، حاجات كتيره جدا، في شويه ايشوز كتير، البرايس بتاعها الكوستة تطلع عاليه، في فاكتورز كتيره لازم تفهمها وانت بتبقى فاهم القصه دي كلها. فدي النقطه الثانيه، تفهم الايكونومي وتفهم الريجيليشن وتفهم يعني ايه الماركت وايه الداينامكس اللي بتحصل فيه. النقطه الثالثه اللي حابينها كمان، في حاجات تكنيكال واحنا ماشيين انا حابب انها تفضل في دماغكم. يعني انتوا دارسين حاجات كتيره جدا بقالكم 4 سنين، بتحدد انه كله عمال يحل ويطلع بولز وزيروز ويرسم وام اف وكيرل، صح؟ طحن. في شويه حاجات بسيطه، هل انت كل ده ما تطلع تشتغل في الاخر هتجيب كل الايكويشنز ديت في دماغك؟ القصه مش في الايكويشن، انت لازم تكون فاهم فلسفه الموضوع. في مسجز رئيسيه كده ككونسبت لازم تكون في دماغك. طب ليه لازم الكونسبت تكون في دماغك؟ اديك مثال بسيط جدا. حضرتك قاعد في ميتنج في الشركه بتناقشوا حاجه معينه استراتيجيه خاصه بينا، فجاه حد قال كلام تكنيكالي ما ينفعش ممكن الشركه تمشي فيه، هتقول لهم لحظه واحده ارجع اجيب الكتاب واراجع القصه وكده؟ ولا انت عندك اللوجيك بتاعك ودماغك عارف بالظبط ان اللي بيقوله ده مش صح عشان 1 2 3 بسرعه كده؟ لما تيجي تشتكي اصلا في شركه معينه والناس يردوا عليك خدمه العملاء يقول لك اي كلام، لازم تكون فاهم ان الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش عشان 1 2 3، واحنا عايزين ال 1 2 3 دي يفضل في دماغنا. هو دماغكم وانتوا طالعين النهارده فيه نويز كتيره، السيجنال قليله او متفرقه، ده بنحاول ان احنا ايه نيمفاسايز على الحاجات الكونسبتس الرئيسيه تفضل فاهمها في دماغك. هم دولت المسجز الرئيسيه اللي احنا عايزين نفهمها. فهناخد الاول كده يعني محاضره سريعه الاول كده بتتكلم عن الريجيليشن بشكل عام، بعد كده هنتكلم على حاجه لها علاقه بالسبيكترم مانجمنت، باعتبار ان السبيكترم ده من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، الراديوز والراديوز فريكوينسز والكلام ده كله. وهنتكلم بعد كده على الستاندردز، ازاي اصلا بيحصل ستاندردايزيشن للسيستم، وايه الاورجنايزيشنز اللي بتعمل ستاندردز، وايه السيلولر نتوركس كلها اتنقلت ازاي، وازاي النقله دي كلها كان لها امباكت على الماركت زي ما قلنا. وهنتكلم في الاخر على شويه حاجات كده لها علاقه بنيو ترندز بتحصل يعني، وازاي نيو ترندز ديت بتاثر وبتعمل امباكت على الماركت. حاجات زي الانترنت اوف ثينجز، حاجات زي النكست جينيريشن نتوركس، حاجات زي الكوجنيتيف ريديز. هنركز في حته كبيره على موضوع سمارت سيتيز. مين سمع عن سمارت سيتيز؟ تعرف اي سمارت سيتي في مصر النهارده؟ تعرفيش؟ العالمين الجديده، برافو، كويس.
وانا هحاول اجيب لكم امثله حقيقيه. يعني انا شخصيا شغالين عندنا في التخطيط بتاع المدن الذكيه الجديده دي كلها. على فكره ده يعني اوبورتيونيتي عظيمه جدا للسنين اللي جايه للشغل بشكل مختلف تماما. احنا كمهندسين ما كناش بنشتغل في الحاجات دي قبل كده. يعني انا شخصيا بدات اتعلم حاجات كتيره لها علاقه بالكهرباء بالسيفل والستراكشر والقصه دي كلها، لان النهارده بقت السيتي اسمها سمارت، وكلمه سمارت دي جايه من الكوميونيكيشنز. فالناس كانت بتبني الاول عادي وخلاص. فهنفهم ازاي انت كمهندس اتصالات او احنا كاتصالات لينا دور النهارده في بناء المدن اصلا، وايه اللي انت ممكن تشتغل فيه في القصه دي كلها، وايه الاوبورتيونيتيز الكتيره اللي موجوده فيها. فدي كلها من ريل بروجكتس شغاله على المستوى الدولي كمان. يعني انا موجود في حاجه اسمها الاتحاد الدولي للاتصالات، هقول لكم عليها معناها ايه. دي اللي بتنظم الاتصالات على مستوى العالم. ففي لجنه على مستوى العالم كده برضو خاصه بالمدن الذكيه، يعني الحمد لله انا ايه رئيس اللجنه ديت، فبرضو شايف تجارب الدول كلها بتحصل فيها ايه. فبحاول اجمع لكم الحاجات دي كلها، عشان كده بقول لك الريسورسز بتاعه الكورس جايه من حاجات مختلفه، يا حاجات انت بره بتشوفها، يا تجارب احنا بنعيشها في مصر، يا حاجات خبرات قبل كده، يا حاجات من الكتب. فكل ده مع بعضه كده كولكتيف. واحيانا الموضوع بيختلف من سنه لتانيه وانا عمال اتكلم مع الناس، يعني احنا بنقعد نحكي مع بعض كده، فبايه تطلع حاجات مختلفه ونتكلم ونحكي فيها. نتكلم بقى سريعا كده شويه حاجات بقى. هو السنه طبعا غير القصه، فمش هيبقى في قدامنا غير الميد تيرم والفاينل. بس قبل كده كنا بقى بنعمل بقى الاساينمنتس وبنعمل اللي هي الانتر اكشنز في الكلاس، فكل ده مش هيبقى ايه افيلبل السنه دي. يعني احنا شرحنا الحاجات ديت بشكل عام كده دلوقتي، الاوبجكتيفز بتاعت الكورس. عايز اقول لكم ان في حاجه النهارده، في شهاده كده بقى لها فتره اسمها البروفيشنال انجينيرنج، عارفين زي سي سي ان اي كده بتاع سيسكو والكلام ده. الناس بتاع الكوميونيكيشنز في الاي تريبل اي، عارفين اي تريبل اي طبعا، كانوا عاملين حاجه اسمها دبليو سي اي تي كده. الدبليو سي اي تي ديت يعني وايرلس بروفيشنال سيرتيفيكت، الناس بتقدم عليها. لو عملت سيرش على الانترنت هتلاقيها موجوده. عشان تبقى انت بروفيشنال سيرتيفايد من في الاي تريبل اي في دبليو سي اي تي لازم تكون عارف حاجات كتيره مختلفه. هتلاقي من ضمن الحاجات دي كده لو بصيت على اخر ثلاث حاجات هتلاقي دي حاجات هنغطي عليها اجزاء من الكورس، مش الحاجات التكنيكال بس. لازم تكون فاهم يعني ايه فاسيلتيز انفراستراكشر، المكان نفسه اللي انت بتروح تشتغل عليه من ناحيه بقى الكهرباء بتاعته، الالكتروميكانكس، الانشاءات بتاعته، الكلام ده كله. هتحتاج تفهم يعني ايه ستاندردز وبوليسيز، محتاج يكون عندك جنرال نوليدج اللي هو المفهوم العام اللي احنا بنحكي عليه. فدي من ضمن الحاجات اللي النهارده محتاجها الانجينير، ما عادش بس مجرد واحد بيعرف ايه حاجه تكنيكال وقافل على نفسه بس. اتكلمنا عليه. هنتكلم بقى كده على السؤال الاولاني اللي احنا سالناه في اول المحاضره. انتوا عارفين الريجليتر؟ الناس بتاع الكترونكس. الريجليتر ده بيعمل ايه؟ حد كده يرفع ايده ويقول كده. ماشي. يبقى ايا كان اللي كان داخل بيطلع لك ايه؟ بيريجليت الكلام ده كله، الريجيلاريتيز اللي موجوده قبل كده بيطلعها حاجه سموث كده ريجليتد. طب نعرف نطبق ده على القصه دي؟ على فكره احنا الكورس فيه شويه حته فلسفه كده لازم تتعلموها شويه. باي انالوجي كده. الريجليتر بقى لو في هيئه كده تعمل ريجليشن للماركت يبقى فعلا الريجليشن مطلوب ليه؟ قيس نفس الانالوجي كده. صح، في متغيرات كتيره في الماركت زي مين اللي كان اتكلم؟ اتفضل. صح، في شركات لها مصالح، انت انت كاند يوزر او مستخدم لك مشاكل كتيره بتشتكي منها. احنا انت كدوله عندك اهداف معينه محتاج تحققها، كل الناس دي لها مصالح مختلفه مع بعضها. في ريجولاريتيز بتحصل. الناس النهارده بتشتكي وبيحصل عليها جزاءات، لا الخدمه مش كويسه، لا في كذا، لا في كذا، لا هنقدم خدمه جديده، لا هنعمل كذا. انت محتاج تظبط كل الايقاع ده يبقى السوق ماشي ايه سموث، مفيش فيه اي مشاكل. لان اي مشكله بتحصل في الماركت بتاثر على الناس كلها اصلا في الاخر. حته الريجيليشن مطلوبه عشان كده كلمه تنظيم. النقطه الثانيه ان احنا عندنا مجموعه من الريسورسز محتاجين ان احنا نوبتمايز اليوزج بتاعها. عشان كده برضو اللي بينظم محتاج ان هو يستغل الناتشرال ريسورسز ديت عشان تستفيد بيها الايه السوسايتي او الكوميونتي كلها. هسالك،
في امثله زي مين كده، هيئات في مصر بتعمل ريجيليشن. خلاص احنا عرفنا ان الاتصالات فيها حاجه ريجيليتور اهوت اللي هو ان تي ار اي، الجهاز القومي للاتصالات. هات اي قطاع تاني كده في الدوله سمعت عنه عنده حاجه زي ريجيليتور برضو بيعملوا ريجيليشن للقطاع ده او للسيكتور ده. اي امثله تانية؟ ايه جهاز المرور، ماشي هعدي دي دلوقتي. حد تاني يقول حاجه تانية؟ جهاز حمايه المستهلك، ماشي البرلمان. رحت في سكه تانية خالص بس ماشي هنسمع كل السكه. اي حاجه تانية؟ هديكم مثال بسيط قريب قوي من الفهم. الاتصالات ليه محتاجه حد يبقى ريجليتر؟ القطاع المصرفي او المالي، مين فيه اللي زي بالظبط الان تي ار اي او زي الجهاز القومي للاتصالات؟ بنك ايه المركزي. وضحت الصوره؟ طب بنك المركزي لو جيت تبص عليه كده، في بنوك حكوميه، في بنوك خاصه، يبقى فيها استثمار، في ناس عندها حاجه معينه، في سعر الدولار وعمال يظبطه ويعمله، عمال كل حبه يقلل يقول لك لا سعر الفايده بقى كذا، لا غيرنا، لا عملنا استثمارات، لا سحبنا الشهادات. فحد بيتحكم في حركه الماركت، مش مجرد بس ان هو بيوبزرف زي المرور. مثال المرور انت بتوبزرف في القصه، بس انت هنا لك مالتي ستيك هولدرز كتيره، في حكومه مع قطاع خاص مع جهات اجنبيه مع سياسات الدوله مع الامباكت على الضرايب كل الكلام ده كله. فالبنك المركزي لو مش موجود هتلاقي الدنيا دي كلها ايه، لازم حد كده ايه اوركستريتور كده، هم حتى بيمثلوها كده. لو مفيش في اي قطاع حد كده واقف كده بيوركستريت هتلاقي في الاخر الدنيا مش شغاله بشكل كويس. فده مثال واضح وصريح. مثال تاني، هيئه المجتمعات العمرانيه، تسمعوا عنها؟ لما بيجي يبيع الارض ويخصصها لك ويدي لك اشتراطات معينه، وقدام شويه هنفهم ان الارض او اللاند عامله زي السبيكترم بالظبط. كل الايكونومكس اللي اتطبقت على الارض تقدر تطبقها على السبيكترم. الحته بقى اللي كنا اتكلمنا فيها من شويه، السؤال اللي قالته زبيلتكو، احنا في ثلاثة حاجات رئيسيه لازم نفهمهم كده في القطاع او في الماركت. بنتكلم على بوليسي وريجيليشن واوبريشن. الحاجه اللي واضحه لينا كلنا اللي هي ايه؟ اوبريشن، سهل. مين اللي بيعمل الاوبريشن في الماركت؟ هي اسمها اوبريشن. اوبريتورز زي مين؟ قول. اتصالات، فودافون، صح؟ ماشي. غير بتوع الموبايل مين كمان؟ في اوبريتورز زي مين غير بتوع الموبايل؟ مفاجأة صح؟ ايه؟ مصرية اتصالات لها تو ارمز، عندها وي بتاعت الموبايل طبعا، وكمان في الشركه المصريه لخدمات التليفون الثابت اللي هي ماسكه الانفراستراكشر بتاع البلد كله. يبقى انت عندك كده الاوبريشن ممكن تبقى الكور نتورك او بيسميها الباك هول اللي هي الشبكه الرئيسيه بتاعت الاتصالات بتاعت البلد كلها. بعد كده الموبايل ده بيجي كده كومبلمنتري فوق الكلام ده اصلا. يعني سؤال، ينفع ان احنا ما بنيجي انا النهارده بتصل بحد في اسوان بالموبايل، المكالمه بتمشي ازاي؟ هل المكالمه ماشيه كلها موبايل اول ذا واي؟ امال بيحصل فيها ايه؟ يعني احنا ممكن نبقى نرسمها كده، هتلاقي انا اتصلت النهارده اول حاجه بالاكسس بوينت. في قلم هنا او حاجه؟ خلينا نشرحها كده على الهواء بقى، مفيش حاجه. انا بتصل اول حاجه خالص، انا بوصل لمين؟ للبيز ستيشن القريبه هنا في الجامعه. البيز ستيشن بتاع الجامعه انا بطلب واحد في جامعه اسوان، ماشي؟ هتوديها لفين؟ هو عارف دلوقتي ان انا عايز اكلم حد في البيز ستيشن بتاع اسوان، كويس؟ مفيش دايركت لينك، اير ويف كده توصل من هناك لهنا. هتطلع من البيز ستيشن دي هتروح على الكنترولر او على الكور نتورك بتاعت الموبايل. هيفهم منها ان الراوتينج بتاعت القصه ديت رايحه لاسوان، يبعتها على مين؟ مين اللي ماسك بقى الباك بون الاصلي بتاع البلد كلها؟ المصريه للاتصالات. فهتنزل على الخطوط الارضي وتمشي في الفايبر على السويتشات المختلفة كلها بتاعت تيليكوم ايجيبت لحد ما توصل فين؟ سنترال اسوان. سنترال اسوان هيقوم مطلعها، يعرف ان المكالمة دي رايحة مثلا لاورنج فودافون، هيبعتها على السويتش بتاعها. السويتش بتاع دي هيبعت للبيز ستيشن اللي قريبة من جامعة اسوان يكلم الراجل في اسوان. حلوة اللفة دي؟ مش حلوة. فده اللي بيحصل. فدي الاوبريشن، الاوبريشن فيها ناس كتيرة بتشتغل في القصة دي كلها. من الحاجات اللي فيها اوبريشن كمان الانترنت، دولت كمان اوبريتورز. انتوا ناسيين دايما القصه دي،
احنا بنيجي نتكلم على الماركت ما بنتكلمش على موبايل بس، لازم نكون فاهم كده كويس، بنتكلم على كل الشركات اللي بتقدم لك ايه دي اس ال وانترنت وفايبر تو ذا هوم والقصه دي كلها. نتكلم كمان على ساتلايت سيرفيسز، ده كله تليكومينيكيشنز. اي حاجه بتحصل، احنا تعريف التليكومينيكيشنز في قانون الاتصالات هي اي مسج بتروح من اي ل بي باي شكل او باخر. فكل ده مش ما نقصرش حاجاتنا وتفكيرنا كله بس على الموبايل اوبريتورز. فدي الاوبريشن. الجزء بتاع الريجيليشن اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، ان انت عايز تعمل تنظيم من ناحيه التسعيره، من ناحيه تشوف البرايسنج، من ناحيه تشوف السبيكترم ده هياخد قد ايه، الانترناشونال جيت ويز، كل القصص دي كلها، ده كله بتحط ريجيليشنز. كلمه بوليسي احيانا بتتحط مع الريجيليشن واحيانا بتتحط لوحدها. كلمه بوليسي معناها ايه؟ يعني بتحط سياسات عامه كده، فيجن. فدي المرحلة الأولانية فعلا بيبقى فيه تصور معين كده للسياسات عايزة تتطبق. يجي الريجيليشنز ينظم القصة دي. عارف زي ما بقول لك، يصدر القانون ثم تصدر اللائحة التنفيذية، حاجة زي كده. فده كأنه الدستور، البوليسي دي زي الدستور الشكل العام. ممكن البوليسي تستمر 5 سنين. بعد كده في ريجيليشنز بتتغير ممكن كل شهر كل سنة وهكذا. الأوبريشن خلاص. الجزء الشمال البوليسي والريجيليشن ده اللي الحكومة بتعمله في أي بلد. لكن الأوبريشن اللي بيعمله مين؟ البرايفت سيكتور أو الشركات. دي الحته اللي كنت كلمتكم عليها، ان الرول بتاع الان تي ار اي بشكل عام ان انت تعمل بالانس بين 3 حاجات، بين الانفستور وبين الدوله وبين المستخدم. طب الدوله عايزه ايه؟ انت ايه تتخيله ممكن ايه اهتمامات الدوله في قطاع الاتصالات؟ ماشي. ايه تاني الدوله ممكن تكون مهتميه بيه في القطاع عندها؟ معلومات عن ايه؟ عن المستخدمين. هي ده اللي الدولة عايزاه؟ انت معلوماتك مع جوجل، مش لازم تبقى مع الدولة، يعني معلوماتك في كل حتة موجودة خلاص. لا، عكس يعني ايه؟ الدولة الهدف الرئيسي بتاعها حاجة بنسميها سايبر سيكيورتي. انت لازم يحصل تأمين، دي مسؤولية الدولة على فكرة. لما بيحصل هاكينج على اي بلد وعلى اي انفراستراكشر فيها، على الحكومات وعلى المواطنين وعلى القصه دي كلها، السايبر سيكيورتي ده اللي هو تامين الفضاء الالكتروني، ده هدف رئيسي جدا لازم تضمنه في كل حاجه بتحصل. عشان كده حتى بعض الخدمات احنا بتتاجل شويه، لان لسه مش معمول لها تامين كافي، وبالتالي يحصل اختراقات كتيره للناس. يعني في ليرز كتيره انت ما بتشوفهاش، فدي واحده من اهتمامات الدوله. بالعكس، الحته اللي انت بتقول عليها بقى، لسه الدوله مطلعه قريب قانون اسمه قانون حمايه البيانات الشخصيه، دي حتى نتكلم عليها في الاخر. على مستوى العالم البيانات كلها محدش بيحترم القصه دي، يعني لسه بدا اوروبا ترجليت القصه دي كلها، مطلعين قوانين هناك. احنا طلعنا قانون من 2019 في مصر اللي هو تصنيف البيانات. هديكم مثال، كان في فتره كده بيجي لكم كتير كلكم بتاعت الالمانيه للحشرات، صح؟ بقت بتيجي تاني؟ محدش بتيجي. ده كان تدخل من الدوله، جاب اصل القصه دي منين بالظبط، ودول كانوا شغالين كده الليجل على فكره، وبيبعتوا الرسائل دي بشكل كده معين للناس كلها، لحد ما وصلنا لاصل القصه دي واتقطعت. ففي حاجات كتيره من القصه دي انت بتحاول تحمي خصوصيه المستخدم بدل ما تبقى بابليك كده للناس كلها. فده اهتمام للدوله. اهتمام تاني للدوله ان هي تشجع الايه؟ الانفستمنت. انا عايز افتح اصلا اوبورتيونيتيز في البلد وشركات كتيره تيجي ويبقى في حركه ويبقى في فلوس وما الى ذلك، دي اهتمامات الدوله. اهتمامات المستثمر ايه؟ هو عايز منك تحط له حاجات واضحه، يبقى في فيرنس، في ترانسبيرنسي، ما تميزش حد عن حد، تضمن له كومبيتيشن، منافسه، كل الكلام ده. انت كمستخدم بقى اظن انتوا عارفين كويس انتوا عايزين ايه. انتوا عايزين حاجتين. ايه هما؟ مشكله لو مش عارفينهم. ايه؟ قول يا فندم، قول كده. ايه؟ حد يوصل بتقول ايه؟ بتقول النت ما يفصلش. هي بتقول النت ما يفصلش، دي ترجمها ايه؟ انت كده بص برضه، ما احنا ايوه بالظبط كده، ما احنا عايزين بقى نغير شويه مفاهيم كده، عايزين نحسن الكواليتي، وعايز حاجه ثانيه كمان، قال السعر. لازم تكونوا عارفين انتوا عايزين ايه. احنا عايزين كلنا احسن جوده واقل سعر. فعشان تبالانس كل الكلام ده بقى في بعضه، هو ده بقى قصه الريجيليشن. واحدة من الحاجات اللي بنتكلم عليها
ان بقول ان انا محتاج ان الماركت يكون كومبتيتيف. كل ده احنا بنتكلم انترودكشن وبندردش مع بعض. لو الماركت كومبتيتيف، عارفين يعني ايه كومبتيتيف؟ يعني في تنافسيه. التنافسيه دي هتعمل لي على فكره تقريبا ثلاث حاجات. لو ضمنت ان في تنافسيه في كومبيتيشن في الماركت ممكن يحصل ايه؟ اتفضل. صح، يبقى الكواليتي هيبقى في منافسه، بالتالي الكواليتي هتتحسن، وده حصل فعلا لما بتخش الشركات تقدم اكتر من خدمه. الحاجه الثانيه السعر هيبدا يقل، يبقى حققنا الحاجتين. في واحده ثالثه بقى ايه؟ ايوه قلت لي كده. دي حته ثالثه مهمه بقى احنا بنشوفها كتير، ان انت لما يبقى في تنافسيه كتير صح هنحسن الجوده زي ما احنا متفقين، هننزل السعر. في حته ثالثه ان انت هتبدا تدور على انوفيتيف سوليوشنز وحاجات جديده وفيتشرز جديده مش عند التاني، لان النهارده هم بيعملوا لك حتى الباكجنج اللي بيحصل النهارده ده بيعمل لك شكل معين غير ده، ده بيحاول يجيب لك خدمه ما كانتش هنا. كل ما ده بيحصل التنافسيه كتير، شايفين الاعلانات طك 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 كله شغال عشان كده، هيجيب لك خدمات كتيره ما كانتش في بالك اصلا. فالكومبيتيشن بيحقق ان انت في انوفيشنز عشان تفهم الداينامكس بتاعت الماركت ماشيه ازاي. النقطه الثانيه بنقول، وهدف رئيسي من الريجيليشن ان انا بحسن استخدام السكيرس ريسورسز. كلمه سكيرس ريسورسز معناها ايه؟ الموارد النادره. ايه هي السكيرس ريسورسز في قطاع الاتصالات؟ احنا بنعتبرهم بشكل عام ثلاث حاجات، انتوا كلكم هتبقوا عارفين واحده مش هتعرفوا الاثنين التانيين. الحقنا الاولانيه السهله هي ايه؟ سبيكترم، صح؟ كله ما شاء الله عارف سبيكترم. فجاه في حاجتين تانيين، ايه بقى تاني ممكن برضه يبقى سكيرس ريسورس وانت مش واخد بالك منه اصلا؟ باور؟ لا ما بنعتبرهاش سكيرس ريسورس. ليه؟ يعني قريب شويه بس مش صح قوي. بتاع سؤال حاجه، بتاع تقول نفس الكلام. حد تاني عنده؟ لا عدد اليوزر ده حاجه مش، ده مش سكيرس ريسورس، ده الناس هي اللي بتيجي عرض وطلب. سكيرس ريسورس يعني حاجه واحده محدوده او نادره ومحتاجين ان احنا ننظمها باحسن شكل ممكن. فالباور انا بعرف ازود فيها. يعني ممكن اعمل محطات باور اكتر واغير ورينيوبل انرجيز وقصص زي كده، فبنعتبرهاش سكيرس ريسورس. قريب شويه. ليه؟ المدن؟ التكنولوجي؟ لا التكنولوجي مش ريسورس. التكنولوجي ده حاجه ديفلوبمنت شغاله على طول، ده مش سكيرس، عمرها ما كانت سكيرس. لازم نغير المفاهيم وناخد بالنا منها. ايوه برافو عليك. نمبرنج بشكل الاي بي ده واحد منهم، مش الاي بي ليميتد؟ هي ليه الناس اتنقلت من الاي بي 4 لاي بي في 6؟ حاجه تانية، انت النهارده الارقام مش فاهم، لا ما لحقتوش انتوا القصه دي، من كذا سنه كده كانت الارقام سبع ارقام صح؟ ارقام الموبايل فجاه نقلناها بقت 8 لانها قفلت. ده سكيرس ريسورس. كل دوله لها اللوكيشن معين على فكره، كل اوبريتور له برضه اللوكيشن معين من الارقام بياخدها. لما بتقفل يبقى ده كده ريسورس هيحتاج يتفتح، بيحتاج بقى اكستنشنز، بيحتاج شغل عليه. على مستوى العالم كمان في نمبرنج على العالم كله. انت عندك اي بي بتاعك غير ده غير ده غير ده، الارقام اللي هي 19 حاجه كده ده سكيرس ريسورس. في بتطلع بانش كده منه معين خلص، هنحاول ندور على واحد غيره. فحته النمبرنج بشكل عام ان انت لك ايدنتيفيكيشن او لك رقم معين ده سكيرس ريسورس، لانه احيانا بيتصمم على اساس ان هو بول محدد وكل حد عارف الحدود بتاعته من فين لفين. فده واحد من السكيرس ريسورس. التالت هيبقى يعني صعب شويه، احنا بنسميه رايت اوف واي. يعني ايه رايت اوف واي؟ هديك مثال. احنا من سنتين مصر طلعت قمر صناعي صح؟ حد فاكر اسمه ايه؟ طيبه. حد فاكر في قمر اسمه طيبه كده كان طلع؟ طيبه 1. هم دلوقتي بيطلعوا طيبه 2. القمر ده كان الهدف الرئيسي بتاعه، قالوا ده اول قمر هيطلع للكوميونيكيشنز بس. انا بدي لك مثال يعني، سواء كان القمر ده او النايل سات او اي واحد، القمر لما بتطلع في الهواء كده هل بتقوم طك كده وتقوم طالعه ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني القمر ده عارف هو رايح فين صح؟ له اوربت معين محجوز على مستوى العالم.
وهتعرفوا قدام كده شويه. حتى احنا انت كدوله لما بتحجز ده لك فتره معينه خلال 7 سنين تقريبا لو انا فاكر، ما عملتش كده خلاص بتكسباير، فمحسوبه في الفضاء انت مصر واخده كذا 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 والحته دي ودي. دلوقتي ما فيش اماكن على فكره، اللي بيلحق بيحجز، عارف زي اللي بيحجز ارض كده قصه. فده رايت اوف واي، ده سكيرس ريسورس. ممكن تفضل تقدم ملفات ان انا اطلع اقمار عشان بس تحجز، يبقى دي كده بوليتيكال ايه موف، ان انت بتحاول فعلا تعمل القصه ديت. فعلى مستوى العالم النهارده الفتره الجايه على فكره فيها انطلاقه كبيره، او حاجه بيسموها الليو او اللو اوربت ساتلايتس، ان الساتلايتس تنزل لتحت خالص وتبدا تعمل لك كوميونيكيشنز. طبعا الدول كلها بتتخانق لان المكان ده ما هو الهواء ده مش فاضي، مش اي حد يقوم مطلع كده حاطط في اي حته، زي ما بيحصل في الطيران، مش في مسار معين معروف الطياره بتمشي من كذا لكذا على مستوى العالم. يعني اي طياره سواء كانت بقى مصر الطيران سويس اير، طلعت من مصر راحت سويسرا، هتمشي على نفس المسار، مش هتروح في حته هنا ولا هنا، عشان كل واحد له كلايم بتاعه له الروت بتاعه. ده كده على المسار اللي بره الاوربت تفهمها. على المستوى بتاعنا الرايت اوف واي ان انت تيجي تحفر في الطريق وتمد كابل فايبر، تخيل ان ده سكيرسي ريسورس، لان انت عشان تحفر في الارض وتعمل القصه دي كلها ما في واحد كان حاجز البتاع دي قبل كده لماسوره ميه، في تسنين كانوا حاجزينها مش عارف عشان الغاز. فانت عشان تنسق مع الكلام ده اقول لك ده مش مكانك، this is not your right، لازم تدور لك على باس تاني. حط الكلام ده بقى على كل حاجه، وانت بتحط سايت عشان تبني عليه برج لازم يحصل اكويزيشن، ده برضو الناس بتتخانق عليه. فكل الحاجات اللي هي السكيرس هي الحاجات اللي زي ديت، فاحنا بنقسمهم لثلاث حاجات، السبيكتروم والنمبرز ورايت اوف واي. دي كده شكل عام شويه فانكشنز كتيره بتتعمل. اخر حاجه في المحاضره دي اتفضلي. لا مش في المحاضره كلها، في الحته الاولانيه. بيعجبني الانطلاقه دي. طب لحظه عشان اسمع زميلتكم بس. عشان تسمعوا السؤال بس. فهمتوا السؤال بتاع زميلتكم؟ على فكره الدسكشنز دي ظريفه. يعني احنا محتاجين نبقى فاهمين، انا يهمني في الاول بس ان احنا بنعمل زي ايه؟ بنغير الفلسفه اللي انتم ماشيين عليها على طول. المهندس مش دايما كل حاجه ايكويشنز. لازم تفكر كده شويه باللوجيك كده يعني. إيه. هناخد شويه ايكويشنز ما تقلقوش يعني. بس بسيطه يعني. زميلتكم بتقول المصريه للاتصالات هي اللي مسؤوله عن كل حاجه في الانفراستراكشر اللي هو الفايبر اللي ماشي في مصر كلها ورابطها. فطالما هي المسؤوله عن القصه ديت خلاص ليه ده يعتبر سكيرس ريسورس يعني. حد عنده اجابه للسؤال؟ مش مجال اصلا الناس موجود يعني، ما هو يعني هي هي الوحيده اللي بتقدر تعمل كده، بس مش هتحط حاجه عشان حاجه، في حاجه اوريدي مثلا موجوده في المكان ده يعني، في بيس ستيشن مثلا ان هو بتاع الكور ما ينفعش تحط البيس ستيشن فيه. اجابتك يعني دي جزء كبير صح. صح انت معاك الحق، بس البروسيس بتمشي في البلد ازاي؟ انت عشان تروح تعمل مصير اتصالات هتيجي عن في اي مكان هنا في الجيزه في شارع الجامعه كده وعايزه تيجي تمد كابل فايبر، مين اللي هيوافق انها تعمل كده؟ هل هي تيجي من حقها انها تيجي تحفر في الشارع وتعمل لوحدها كده؟ لا، لازم تاخد تصريح من المحافظه او المحليات، فهنا بتتدخل بقى سلطه الدوله. لو رحت مثلا في المدن الجديده هتلاقي مثلا في جهاز زايد لازم ياخد من هناك ابروفل، عشان بيتاكدوا الابروفال ده بيطلع فيه على فكره كذا حاجه. الورقه دي مثلا زي اي ابروفال ان انت تنشئ محطه جديده، تتاكد ان بتوع الطرق موافقين، ان بتوع الغاز ما عندهمش مشكله، ان بتوع حركه المواصلات الطريق ده مش عارف هيحصل فيه كذا كذا. فالتنسيق ده كله في الاخر ممكن الراجل يبقى ليميتد، مفيش غير كده. انت من حقك ترمي الكابل، بس المسار مش من حقك، المسار انا اللي بحدده لك بيزد على ريسورسز كتير. نقطه ثانيه برضه ممكن حد يقول طب ليه في عندنا المصريه اتصالات بس ما دام يعتبرش كومبيتيشن؟ حد اشتغل السؤال ده؟ احنا بنتسال السؤال ده كتير، ما انت عارف دايما الدول اللي بره حتى يسالونا السؤال ده، انتوا عندكم القصه دي، بس احنا بنجاوب عليه. في دول كتيره على فكره بتعتمد على ان الانفراستراكشر الرئيسي الباك بون بتاعها يبقى ملك اوبريتور واحد ومعظمه تبع الدوله. بعد كده انا بفتح عشان كده تفهموا القصه، احنا الكومبيتيشن مع تو ليفلز. في الكور نتورك، لازم نفهم ان في حاجتين، في حاجه اسمها كور نتورك وحاجه اسمها اكسس نتورك. حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ الكور نتورك معناها الشبكه الرئيسيه اللي هي الكور الرئيسي اللي انت ما بتشوفهاش خالص،
اللي هي كلها تحت الارض بتربط السنترالات في البلد كلها، او الكور حتى بتاع شبكه الموبايل. احنا اللي بنشوفه كله اللي هي البيز ستيشنز اللي في الشارع دي اسمها اكسس نتورك، لانها بتيجي على الاكسس على الايدج، حتى هم بيسموها ساعات كور وايدج، فاللي ناحيه الايدج ده بنسميه اكسس نتورك. دي الديفينيشنز كده بتاعه الماركت. فانت على الاكسس الكومبيتيشن از اوبن ات ذا اكسس ليفل، الاكسس في ناس كتيره بتقدم اكسس، لكن ممكن الكور ما يبقاش كده. فمش لازم الكومبيتيشن تبقى اول ذا واي ان ذا تشين، ممكن تختار الحته المناسبه وتعمل فيها القصه دي. ماشي. اخر حاجه في جزئيه المقدمه دي اللي هي ايه انواع الريجليتورز في العالم. هم سريعا كده هم ثلاث انواع. في حاجه اسمها سنجل سيكتور ريجليتور، معناها ان كل سيكتور او كل قطاع زي الاتصالات كده له ريجليتور بتاعه بس. الكهرباء لها ريجليتور بتاعها بس، الميه لها لوحدها بس. طب المالتي ستيك، المالتي سيكتور اللي هو اخر واحد تحت، لا بتلاقي كذا قطاع مع بعض ممكن يبقى هيئه واحده بتنظمه. يعني هتلاقي الكهرباء مع الميه مع الاتصالات دي حاجه واحده كده، هيئه واحده كده. الفكره في دول في اوروبا بتعمل كده، دي مش حاجه غريبه، المانيا بتعمل كده. سؤال سريع، ايه الميزه بين السنجل؟ خلي كونفرجنت في الاخر. ايه الميزه في السنجل وايه العيب اللي فيه؟ وايه الميزه ان انا جمعت الحاجات دي كلها في سيكتور واحد وايه العيب اللي فيه برضه؟ حد تاني كده يفكر معايا اتفضل. فدي ميزه المالتي سيكتور صح؟ اوكي، طب عيبها ايه؟ مش لاقي لها عيب. طيب ماشي، انت قلت حاجه، اتفضل. برافو عليك، صح. السنجل سيكتور بيبقى فوكست، عندك سبيسيفيك نولج في موضوع معين، لكن لما بتيجي تاخد اكتر من حاجه مع بعضها دي بتبقى فيها مشكله، لان انت ما عندكش الانف نولج الكافيه الديب في كل واحده، واحيانا الحاجات الريت بتاعها مختلف عن بعض. يعني التطور اللي بيحصل في الاتصالات غير اللي بيحصل في قطاع الميه، وبالتالي الديناميكيه هنا غير هنا، فنفس العقل والدماغ مش هيعرف يمشي الاثنين دول مع بعض. فبنقول ان السوق ده هنا ليبرال اكتر، سوق الاتصالات او متحرر اكتر. في مشكله ثانيه كمان بتحصل، ان انت لو ماسك قطاعين ممكن قطاع يخسر على حساب قطاع ثاني، فانت بتعوض ده في ده، فمش باينه في الدوله الدنيا ماشيه ازاي. دي برضو مشكله من المالتي سيكتور، بس هم بيروحوا للمالتي سيكتور عشان هدف رئيسي، وهدف هايف على، يعني مش هايف يعني ايه، شاكف بال شويه، عشان يوفروا النفقات. عارف ساعات احنا بنعمل في مصر ساعات بيقول لك هندمج وزارتين في بعض، دي الهدف الرئيسي تقليل النفقات، بدل ما تعمل ديوان كامل للوزاره كامله كده لا. فهو الهيئات لما بتضم مع بعض، يعني الاوروبيين عملوا كده في بعض الاماكن، هو بيقلل النفقات يبقى هي حاجه واحده وخلاص، ومش فارق معاه السبيشاليزيشن قوي. بس هم عندهم الحته دي بتفيد شويه، لان كل القطاعات تقريبا اتحررت ومشيت بخطوه سريعه مع بعض، فممكن فعلا يبقى حد فوق كده ايه يعرف يمانج القصه. الفوكس ده او السنجل سيكتور مشكلته ان انت بتحط بادجت لكل واحد لوحده، فده بس المشكله بتاعته. النوع الافضل يعني شبه شويه بقى الباشمهندس كان عايز يقول ورا، اللي هو بنسميه الكونفرجنت. الكونفرجنت ده زي مثال ايه؟ اللي هو الحاجات اللي شبه بعض قوي يبقوا مع بعض. فهسألكوا سؤال، ايه اكتر قطاع شبه الاتصالات؟ والوزاره لوحده النهارده. كلمه واحده ايه؟ كهرباء. ليه الكهرباء؟ عشان احنا هم كهرباء واحنا الكترونكس هم هاي باور واحنا لو باور فلو فولتج. على فكره هم خدوا القانون بتاعنا بتاع الاتصالات وعملوا عليه فعلا، في جهاز النهارده او هيئه جديده لتنظيم الكهرباء موجوده برضو النهارده. بس هقول لك انا مين اقرب ناس لينا، مش الكهرباء اقرب ناس، ممكن يبقوا بعدها. الاعلام. في وزاره اعلام النهارده؟ اقرب حد لينا الاعلام ولا الكهرباء؟ الاعلام. انت في خدمه كهرباء بتجيلك على الاتصالات؟ لحد النهارده لا، بس هتجيلك قدام، هقول لك ازاي. في خدمه النهارده اعلام ممكن تجيلك على الموبايل؟ اه ولا لا؟ اه ولا لا؟ الناس اللي بتتفرج على الماتشات دي خدمه اعلام ولا خدمه اتصالات؟ البرودكاستنج والستريمنج ده متصنف ان هو اعلام، ده مش اتصالات. في حته بقى صغيره كده بقى ما بين ايه تحت الاتصالات كده بنسميها البرودكاستنج والكوميونيكيشنز، دول غير دول. عشان كده مين اللي بينظم البرودكاستنج في مصر؟ الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. دولت حاجه واحنا حاجه، احنا مدينهم ترددات يشتغلوا فيها صح، بس في العالم كله البرودكاسترز
على فكرة في حرب وخناقة ما بين الاثنين دايما، وهقول لكم ليه يعني في قدام شوية. دولت لهم كوميونيتي بتاعهم، دول لهم الناس بتاعهم، دول بيحاربوا في دول ودول بيحاربوا في دول. يعني احنا نجحنا كاتصالات ان احنا ناخد سبيكترم من اللي الناس اللي شغاله فيه في البرودكاستنج وبدانا نحطه للموبايل. انتوا سمعتوا ان ال 700 يعني النهارده وي شغاله في ال 700، اللي هيشتري موبايل النهارده جديد يحاول يجيب موبايلاته سبورت ال 700 وال 600 وانت نازل كده. ده الاتجاه في العالم. عشان احنا في اتصالات عملنا ايه؟ قمنا مغورين كده داخلين على الناس بتوع البرودكاسترز كده على شمال اليو اتش اف كده وانت داخل. ده اللي حصل بالظبط. دي خناقه على مستوى العالم على فكره، واتحلت كده من كذا سنه، كل سنه بناخد منهم حته. في اول مره زقينا في ال 800. في مؤتمر بيحصل كل اربع سنين على مستوى العالم. كان اخر واحد حصل في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، ومن السنه اللي فاتت زقينا شويه في ال 700. اللي هيحصل 2022 عايزين نزق في ال 600 شويه، فاحنا قاعدين يعني نجيبهم كده. وهنعرف ليه احنا بنروح الناحيه دي ما بنروحش الناحيه الثانيه. دي كلها اسئله محتاجه تتجاوب. في اكتر حاجه في خدمه اسمها اي بي تي في، حد سمع عنها؟ هو اللي بيجي لنا النهارده ده مش اي بي تي في، ده اسمه انترنت تي في. برضه عشان تفصلوا القصه دي، اي بي تي في احنا لسه بنعمل له ريجيليشن على فكره، وقريب قوي هتلاقيه موجود في البلد ان شاء الله لما تتخرجوا كده يعني. واول مكان ان شاء الله هنحاول نطبقه فيه اللي هي المدن الجديده زي العاصمه والعالمين، اللي هو انت بيجي لك بقى في الاخر مفيش حد هيركب دش ولا ساتلايت في العالمين ولا في العاصمه، هيجي لك الفيديو لحد البيت. ده البلان على كده. فده اللي بنسميه الاي بي تي في سيرفيس. خلاص انت مشترك في باكج واحده، انت شايفها كانها انترنت مع اي بي تي في مع فويس مع الكلام ده كله، بتدفع فاتوره واحده وخلاص. ده التوجه في البلد النهارده ان احنا نوصل للمرحله دي. على ما نوصل فيها الدنيا هتتغير شويه، في ناس هتقدم لك اي بي تي في لوحده شويه. المصريه النهارده اللي معاها الحق ده، بس الباقيين النهارده بيحاولوا ياخدوه هم كمان عشان يبقى في كومبيتيشن في الماركت. فكلمه اي بي تي في، اي بي جايه بتوع كوميونيكيشنز، والتي في جه من البرودكاسترز، فاحنا متقابلين مع بعض. فحتى التشين بتاع الاي بي تي في وابقى ارسمه لكم قبل كده بعدين ان شاء الله، بيبدا ان انت بتحط زي ايه بنسميها ديش فارم ستيشنز، وتجمع كونتنت وتاجريجيت. فاكرين الراجل بتاع الوصله بتاع زمان؟ لحقتهم؟ هو الراجل ده كان عامل اي بي تي في بشكل او باخر يعني، مش اي بي تي في قوي يعني، هو جاب الحاجات وعملها ملتبلكسنج وجمع شويه قنوات وبعتها لك كده ايه بكابل كواكسيال كده بتاعك لحد البيت. فهو استخدم كابل اتصالات بس هو عنده كونتنت كان جايبه ايه الليجل ده، كونتنت تبع الميديا، ركبهم على بعض قدم لك سيرفيس. سيرفيس زي دي محتاجه انها تبقى ريجليتد، هي مش ريجليتد، كانت ماشيه في الماركت كده خالص. فده مثال للحاجات اللي احنا ايه محتاجين نحصل فيها. فافضل حاجه ان احنا يبقى عندنا كونفرجد ريجليتور، يعني احنا نفسنا يبقى فعلا في توافق ما بيننا وما بين الاعلام. النهارده التوافق ده حاصل ان في ممثل من عندهم موجود في مجلس الاداره عندنا، وفي ممثل من عندنا في مجلس الاداره عندهم، لكن الاثنين لسه مش ايه مش حاجه واحده مع بعض. في حد عايز يسال سؤال؟ ايه؟ طب حد سمع يقول الخناقه؟ طب اقول لك سريع دي هنحاول نتكلم عليها في اخر مره. في حاجه زمان طول عمرنا بنتنقل من انالوج للديجيتال، كويس؟ انت فاكر الدوره الافريقيه اللي فاتت؟ حلو، عشان اجيب لك بقى يعني نفهم مع بعض بالكوره بقى كده. اللي كانت في مصر اللي احنا خسرنا فيها، حلو؟ طلع في البلد كده وقال لك ايه اعلان ان انت ممكن تجيب كده سيت اب بوكس صغير وتبصله على البيت وتلقط كده من الارض العادي وتتفرج على الماتشات، صح؟ لحقتش انت القصه دي؟ رحت الاستاد زي تقريبا كده وخلاص رحت دماغك، ماشي. القصه دي عباره عن ايه؟ احنا معظم البث التلفزيوني والبرودكاستنج اللي موجود في العالم كان يمكن لحد 2010 انالوج. تخيل العالم يعني الكوميونيكيشنز ديجيتال من زمان. الناس بتوع البرودكاسترز دول كانوا مريحين قوي على فكره، ما عندهمش مشكله، كان دايما شغالين انالوج. يعني التلفزيون اللي بيجي لك ده بالاريال زمان ده كله انالوج، انسى الساتلايت بتاع النهارده، بتكلم على الارضي تريستيريو. فالعالم كله قال لك لازم نتحرك من انالوج تي في تو ديجيتال تي في. سيرش حتى على الموضوع ده على الانترنت، في دول خلصت في 2012، في دول لسه شغاله. احنا متاخرين في مصر شويه عشان التريستيريال او الارضي ما لهوش اقبال كتير. ايه الفلسفه ان انا نقلت من انالوج لديجيتال؟ بشكل عام لما بتتنقل من انالوج كوميونيكيشنز وايرلس لديجيتال كوميونيكيشن وايرلس، ايه المكسب الرئيسي اللي انت هتطلع بيه؟ حد كده يقول لي بقى لو فهم النهارده حاجه من اللي احنا قلناه. ماشي، مش هيفرق معايا.
الكباسيتي يحصل لها ايه؟ ماشي. طب ده وفر لك ايه؟ يعني انا كسبت ايه؟ احنا كعالم كسبنا ايه؟ او كدوله انا كسبت ايه؟ انا بعمل برودكاستنج على فكره، مفيش هنا بقى مالتي، ده هو سنجل برودكاست سنجل مود، انت ما بتستقبلش. احنا هنا مش كوميونيكيشن سيستم، مش فارق معاك كباسيتي خالص. ايه؟ برافو عليك، هي دي النقطه اللي عايز اسمعها. عملنا ايه؟ الباندويتس اللي انت بتحتاجه في الديجيتال اقل بكتير من اللي بتحتاجه في الانالوج، لانك بتعمل كومبريشن تكنيكس وبتشتغل حاجات كتيره جدا. الانالوج كنت بتبعت البتاع كلها الفريم وخلاص، كنا بناخده زمان فريم بقى والبتاع عمال يعمل سكانر كده التلفزيون والقصص دي كلها. طلعت الديجيتال تي فيز اصلا قبل ما البرودكاستنج الترستيريال يبقى ديجيتال. طب احنا استفدنا ايه بقى؟ ان البرودكاستنج طبعا الحاجات الستلايت ديت في الجيجز فوق خالص، لكن الناس شغاله في الباند اللي هو تقريبا من 400 لحد 800 ميجا هرتز. الباند ده اليو اتش اف القليل ده، ده ممتاز، ده معظمه كان برودكاستنج. وكانت الناس بتبعت التشانل على 8 ميجا. انا النهارده لما قلبت القصه ديجيتال، ال 8 ميجا دي قللتها شويه. ثانيا بقيت اعمل مالتيبلكسنج لكذا تشانل مع بعض. فمثلا لو انا كنت النهارده محتاج عشان ابعت 10 قنوات تلفزيونيه حوالي 80 ميجا، بقيت النهارده محتاج حوالي مثلا 20 ميجا. طب ال 60 دول راحوا فين؟ لهم استحتاج النهارده؟ هنا بقى ظهرت الخناقه. دي حاجه في العالم اسمها ديجيتال ديفيدند. دي ديجيتال عارفينها خلاص. اكتب كلمه ديفيدند، دي اي في اي دي اند بقى في الاخر اي ان دي. ديجيتال ديفيدند ده مصطلح او مفهوم، هو بيقول هي كميه السبيكترم اللي اتوفر واتبقى بعد ما التلفزيون اتقلب من انالوج لديجيتال. تعالى بقى نحل الخناقه. حد فاهم الخناقه فين بقى دلوقتي؟ محدش فاهم ولا حد فاهم؟ ايه الفرق ده بتاع مين؟ البرودكاسترز بيقول لك بص ال 80 دول كانوا بتوعي، يقول له لا انت لاكي تشانلز، انت خدتهم في 20 خلاص. دي الخناقه. فعشان كده كل حبه قاعدين نيجي عندهم نقول لهم طب احنا هنبقى كو اكزيستنج مع بعض، طب انتوا كفايه عليكم كده، طب نديكم 40، طب ايه رايك 20؟ شاري شغال، تفاوض شغال بالطريقه دي. لان هم خدوا الكلام ده ليجاسي من زمان وفضل اللي عندهم خلاص. لا هو بتاع البرودكاستنج مش عايز يسيب اي سبيكترم. هو السبيكترم ده از ايكوال ماني ريسورسز. انت لو لسه فاكر احنا اخر حاجه احنا لسه بايعين سبيكترم في 2.6 من حوالي كذا شهر. حد سمع اخر اوكشن اتعمل في مصر؟ في 80 ميجا لسه متاخدين من كذا شهر. فودافون خدت 40، صلات خدت 20، وي خدت 20. دول اتدفع فيهم كام؟ حد عارف الرقم؟ فوق المليار دولار. عرفت بقى كده مستاهله خناقه ولا مش مستاهله؟ مستاهله. هو ايه اصلا ميزه المالتي سيكتور؟ المالتي سيكتور معناها ان في اكتر من سيكتور، زي ما قلت لك هم بيحاولوا يوفروا النفقات ويخلوا الحاجات كلها متجمعه في هيئه واحده. بس ده النقطه الاساسيه. ما بقاش مركز في حاجه واحده، ما ده العيب بتاعه. دي كده كانت الحته الاولانيه اللي هي الانترودكشن بشكل عام كده. عايز امشي معاكم بس شويه في الجزء الرئيسي ده بقى. زي ما انتوا اتكلمتوا وعارفين ان السبيكترم ده طلع من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم عليها. فهنتكلم شويه كده على شويه كونسبتس لها علاقه بالسبيكترم عشان نفهم شويه حاجات رئيسيه كانت تفضل في دماغنا. سؤال سهل وبسيط جدا، وات از راديو سبيكترم؟ تخيل انت راجل النهارده مهندس رابعة اتصالات تتسأل السؤال ده. حد يقول لي يعني ايه راديو سبيكترم؟ هي لها تعريف واحد بس. حد يجتهد على فكره، مفيش مشكله ان احنا نغلط. يعني احنا لو غلطنا هنعالج المشاكل اللي احنا ما فهمناهاش طول السنين اللي فاتت. هي عباره عن ايه؟ اي فريكونسيز ايه؟ هو بقى ده واحده من الحاجات اللي انا عايز ايه الناس تفهمها ونصححها مع بعض كده، شويه مفاهيم مغلوطه. لما اقول انا عندي حيز معين او رينج معين من الفريكونسيز مخصصه
لخدمه معينه او لسيرفيس معينه. التعريف ده اسمه ايه؟ مين اللي قال باندويث؟ باندويث صح؟ يبقى ده باندويث. خلاص كويس، حلينا المشكله دي. نرجع بقى راديو سبيكترم يعني ايه؟ ممكن كل الفريكوانسيز اللي انا ينفع اشتغل بيها اصلا، يعني كل السيرفيس. حلو، هي صح تعبير كده بس ناقصه كلمه واحده، هي فعلا كل السبيكترم من اول زيرو لحد رقم معين. الرقم ده كام؟ بس هو رقم واحد. انا سهلتها لكم، هي كل الفريكوانسيز اللي ممكن تشتغل فيها من اول زيرو لحد رقم معين، بعدها ما يبقاش راديو سبيكترم، سمى حاجه ثانيه. ايه الكات اوف فريكوانسي ديت اللي بعدها ما يبقاش راديو سبيكترم؟ حد عارف الرقم ده كام؟ بس في واحد مره قال لي رقم اسطوره، فانا عايز حد يقول لي، اصل هو كان وراه مشكله نفسيه عالجناها الحمد لله انا وهو. احكي لكم عليها، احكي لكم عليها المشكلة تانية. هو اتعالج بقى كويس دلوقتي وشغال في الماركت وزي الفل. حد يقول اي رقم كده؟ انت قلت 20 جيجا، مش معنى 20 جيجا. لا ما لا ما تخافش، ما فيش ده، مش انت حالتك احسن بكتير من الراجل التاني. ممكن انا ابتدي اخش مثلا في الجمبري او حاجات غريبه يعني. ايوه ما صح، في بقى نقطة كده معينة بعدها ده ما يعتبرش راديو بقى، ما عادش تعتبر الاي ام اف اللي احنا بنتكلم عليها بقى. الرقم ده كام؟ 200 ميجا. ميجا امشي معاك، دي برضو مشكله نفسيه بس هنحلها بالراحه. هي نفس المشكله عندكم كلكم على فكره، بس هي بتاخدها كمثال. لو افترضت معاك ان هي اخرها 200 ميجا، الموبايل بيشتغل في كام؟ لا النهارده اديني اي رقم، انت هتلاقي على ظهر الموبايل. ما بتيجي تشتري موبايل النهارده انت مش بتخش كده تبص على السبيسيفيكيشنز، بيبقى كاتب لك الكاريرز اللي بيشتغل فيها. مش فاكره اي رقم كده كان متقال؟ في 900 وفي 800 صح؟ بلاش، هديك ابسط مثال، بلاش خالص. الواي فاي بتشتغل على كام؟ 2.4 جيجا. هي دي ما تعتبرش راديو سبيكترم؟ الواي فاي راديو سبيكترم ولا لا؟ ما هي لو مش راديو امال احنا اشتغلنا ازاي؟ ده راديو. شغال عند كام؟ 800 ايه؟ ميجا ولا جيجا؟ 800 جيجا؟ ميجا. سؤال بسيط، الكات اوف فريكوانسي اخر حاجه بعدها ما بعتبرش ده اسمه راديو سبيكترم، الرقم ده كام؟ تكه؟ مش مثلا هي ده في مايكروويف في الثلاثينات وال 60 جيجا كل ده شغال عادي. الرقم ده لحد 300 جيجا. لحد 300 جيجا دي اسمها راديو سبيكترم. التصنيفه بقى زي ما انت شايف كده من ثلاثه لايه؟ هي دايما ماشيه ثلاثات. انتوا فاكرين بقى الفيل الفي ال اف ال اف ال اتش اف ال في اتش اف اليو اتش اف الاس اتش اف الاي اتش اف وهكذا، دي المسميات بتاعها. من اول 3 كيلو ل 30 كيلو، من 30 ل 300، من 3 ل 30، من 30 ل 300 وهكذا. انت كده كويس؟ اليو اتش اف هنا شغال من كام لكام؟ من 300 ميجا ل 3 جيجا. بس ده يعتبر باندويتس. لا لا ده مش باندويتس. باندويتس خاص بسيرفيس. انا ما بتكلمش على سيرفيس دلوقتي. يعني سبيكترم اي حاجه في المجال ده من هنا لهنا اسمها يو اتش اف. دي تصنيفه للسبيكترم. دي تصنيفه للسبيكترم، انت تصنيفتك يو اتش اف، انت ال اتش اف، انت اي اتش اف، انت كذا، دي تصنيفه داخليه. وهنتكلم ليه سبب التصميم. هسالكوا سؤال الاول، هو رقم ثلاثه ليه؟ صح كويس صح صح، دي واحدة من الحاجات. بس بقول لك رقم ثلاثة طلع ليه في الموضوع دايما؟ دلوقتي بتسأله عشان سبيد اوف لايت صح؟ مش عندك لامدا سي على اف، فالسي داخلة في الموضوع فالثلاثة طلعت في القصة. فالتصنيفة جت من الثلاثة عشان يقول لك بقى ده في المليمتر ويف، ده مش عارف اسمها السنتيمتر، دي كذا 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 حسب الايه؟ الويف لينث بتاعها عملوا التصنيف. الحتة بقى اللي كنت بقول لكم عليها زميلكم كان بيقول لي عليها ايه بقى؟ قال لي 108 ميجا. قال لي دي اخر راديو سبيكترم. فانا رجعت له ورا، رحت له. انا فهمت على طول، هو حد فهم؟ انا فهمت هو مشكلته فين.
بس لما رحت له هو اكد لي واعترف بقى بالمشكله فعلا. 108 ميجا 108 ميجا قرار نهائي 108 ميجا. مشكلته البسيطه ان ديت دي اخر حاجه في الاف ام راديو، فهو فاهم طبعا. قلت له انا فهمتك خلاص. هو راكب العربيه ما عمال يعمل سيرش، هو بيجي عند ال 108 وبترجع، فقال لك يبقى فيش حق لو في حاجه في الهواء تانية كان جابها. فالراجل كان يعني ففهمنا بقى ان في حاجه اسمها فلتر وفي كذا، والحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحاجات دي بقى كل واحده من دولت لها حتى ابلكيشنز مختلفه، زي ما زميلكم قال كده هي بتتصنف حسب الايه اللاندا والويف لينث بتاعها. ففي حاجات بتستخدم ماري تايم مثلا من 30 ل 300 كيلو. الماري تايم ده حد عارف اللي هي ايه الماري تايم سيرفيس؟ الايه؟ مش تحت المايه، الاتصالات عبر البحار. يعني المركب حتى وهي ماشيه في البحر تحت المايه دي مشكله على فكره، الاتصالات تحت المايه دي مشكله كبيره اصلا. يعني دي مشكله يعني الناس كلها بتحاول تلاقي لها حل النهارده يعني. بس البحار يعني الناس المراكب اللي هي بتكلم بعضها ده اسمه ماري تايم. ودول بييجوا ياخدوا على فكره اللايسنس وترخيص عندنا من الجهاز، وهم معديين على اي دوله لازم الدوله تسمح لهم ان هم يستخدموا الفريكوانسيز بتاعتهم، فبيحصل تنسيق دولي في القصه ديت. حته سريعه تاريخيا كده، حد عارف الماري تايم ده امتى اصلا؟ العالم ما كانش حاطط في باله انه يخصص باند يستخدم للملاحه البحريه اصلا. بس بعد موقعه بعد حادثه معينه حصلت القصه دي. تايتانيك لازم كده اتفرج على افلام، اتفرج على ماتشات هتلاقيك تايتانيك. طيب في من 3 ل 30 ميجا ده الرادار. التلفزيون من 30 ل 300، من 300 ل 3 جيجا ده معظم السيلولر. طبعا الحاجات النهارده اتغيرت، يعني السيلولر زمان او الموبايل كان بيقف عند 3 جيجا، لا النهارده بيتزق لفوق. يعني بس ده كان الكلاسيكال كده ايه كلاسيفيكيشنز بتاعت الحاجات. سؤال ايه؟ قولي لي انت كده هيروح فين؟ انت الصوت بتاعنا اصلا بيبدا يعني بدايته كده من 3 كي 4 كي. هما بيبداوها من كده. السؤال بقى عشان نفهم الحته اللي فاتت ديت ونفهم التقسيمه دي معناها ايه؟ لازم نسال سؤال رئيسي، هنرجع اهو بقى الحته فيها ايكويشن اهو بقى. احنا خدنا الفري سبيس باث لوس. سمعنا عن الجمله العظيمه دي. انا مش فارق معايا الايكويشن. ما تحفظش الايكويشن، مش فارق معايا الكونستنت. لازم تفهم الفلسفه، الفري سبيس ده لوس. بيبقى بروبورشنال لايه؟ يعني لما يزيد هو يزيد. ديستنس وايه كمان؟ والفريكوينسي. طب كلمة ديستنس لما تيجي نترجمها نقول معناها ايه بقى؟ اذا حد يشرحها لي يعني ايه الفري سبيس لوس بروبورشنال للديستنس؟ هي اولا للديستنس ولا الديستنس سكوير ولا الديستنس سكوير؟ حلو جدا. يبقى المعادلة دي كده صح، هي بروبورشنال لاف سكوير دي سكوير. نقف عند دي بقى شوية كده ونركن. يعني هنطلع من دي زبد. بس ايه تركز معايا كده. أول حاجة ناخد الحتة بتاعت الدي. نفهم ايه؟ لا يعني كل ما الديستنس هتزيد قوي كل ما بيحصل ايه؟ ان الباور او السيجنال بتاعتك بتديكي. صح دي واحدة. هناخدها الأول بشكل عام من غير أرقام. الفهم ابدأ الفهم الأول كده فلسفي بالراحة. النقطة الثانية الفريكونسي. يبقى معناها ايه؟ يبقى اللوسز أكتر في الفريكونسيز العالية ولا القليلة؟ يبقى لما بعلى بالفريكوينسز قوي اللوسز بتقل، اللوسز بتزيد. لو انا بكلمكم مثلا وانا بكلم على حاجه بالجيجا هرتز يبقى اخري هوصل مثلا للباشمهندس هنا. لو بكلم بالميجا هرتز يبقى انا هوصل ورا قوي. طب ده بقى فهمنا حاجه في الكلاسيفيكيشن اللي حصل المره اللي فاتت. هل كده في ميزه لبند معين عن التاني؟ يعني الناس المفروض تتخانق اكتر على الاول كده اول وهله كده الحاجات اللي قليله ولا الحاجات العاليه؟ حسب القليله. ليه؟ على حسب الابلكيشن. هاجي لك دي اجابه صح فعلا، بس عشان كده قلت اول وهله. العالم كله الاول كان بيتخانق انه عايز الصغير. انت عارف الصغير ده واليو اتش اف بالظبط، عشان كده بقول لك احنا شبه الارض بالظبط، كانك واخد حته ناصيه. هي كده بالظبط. اللي واخد حته يو اتش اف ده ناصيه وبحري وكل حاجه. الجيجاز بقى الراجل ده جوه في العشوائيات.
مش باين لانه السيجنال بتاعه قليل. الموبايل اوبريتورز النهارده عشان كده لو خدت بالك من الترند، الفور جي النهارده فين؟ انت لسه قايل الفايف جي فين؟ الناس بتتكلم على انهي واحدة في الفور جي النهارده بينزلوا لتحت، وده بيفسر الخناقه اللي قلتها لكم فيها مع البرودكاسترز. البرودكاسترز من الاول ليه خدوا من البندات القليله ما خدوش البندات العاليه؟ ليه التلفزيون بدا بالبندات القليله وما راحش في الجيجا؟ الاجابه واضحه ولا صعبه؟ عشان ايه؟ هو راجل برودكاستنج، انا واقف باشع للعالم كله، فانا عايز اوصل لاقصى حاجه ممكنه، فمش هروح اخد الجيجاز العاليه. فهو بدا من الاول في الحته دي، بس احنا النهارده قلنا له خلاص كفايه عليك الحبه دول، ادينا الحبه التانيين. الخناقه اكبر بقى بايه؟ انت لما تيجي تبني سايت مثلا في الموبايل والكلام ده، لو انت بنيه في الجيجاز يعني مستخدم فريكوانسز عاليه، فمعناه ان الكفر بتاعك مثلا بعد نص كيلو هيموت. لو انت عامل نفس القصه في 700 ميجا هتلاقي لا بعد 2 كيلو ممكن توصل للناس. طب دي هتفرق معاك انت ايه كاوبريتور؟ بعد ما كنت هبني مثلا 10 سايتات السايت بملايين، ممكن ابني 2 3. اعمل السكيل ده بقى على البلد كلها. اذا الايكونومي بتدخل في حته كبيره قوي عشان تظبط الديفلوبمنت والبلانز بتاعت الاوبريشنز بتاعت الماركت. دي حته مهمه. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هنطلع بيها برضو فلسفيه في الحته دي عشان بروح هنقف قدام الحته دي كتير. زميلكم قال هنا حته حلوه قوي. قال بقول له الاحسن تبقى فريكوانسز عاليه ولا قليله؟ فقال لي ايه؟ حسب الابلكيشن. هسالكم سؤال، الظاهره دي ظاهره طبيعيه صح؟ اللي هي الايكويشن دي. دي ربنا خلقها لنا كده. ان الحاجه بتموت مع الفريكوانسز العاليه، بتموت بسرعه. انت كمهندس تقدر تستغل ده بشكل ايجابي؟ لا، ما ده عشان اعالج المشكله. في فرق بين ان انا هعالج المشكله وان انا هشوف في المشكله اوبورتيونيتي جديده. في فرق بين الجملتين. حلو؟ هي دي بقى الحته اللي بتفرق مهندس عن التاني، او حد بيبقى ايه عنده رؤيه عن الشخص التاني. انت دايما شفناه ان هي حاجه وحشه، ان الفريكوانسز لما تزيد البتاع بتموت. ده طلعت حاجه حلوه على فكره، لو فكرت فيها شويه كده وخدت نفس هتلاقي دي حاجه لها ميزه كبيره على فكره، ربنا اداها لنا برضه. حد عايز يقول ده؟ لا مش الخصوصيه. ايوه، هو ده الكونسبت اصلا. ان انا بقى هنا بقى بقدر ازود الكاباسيتي. نقف عند الحته دي بقى كويس، عشان دي حته مهمه جدا لازم تفهمها. دي حته فاندمنتال من الحاجات اللي بقى لك لازم تحطها في دماغك كلها من نفس الايكويشن البسيطه الهايفه دي خالص. في دايما بالانس ما بين حاجتين، حط يعني الترمينولوجي دي حطها في بالك دايما. دايما بنتكلم على كفرج اند كاباسيتي، ده فيرسس ده، والاثنين دولت تريد اوف. انا برتب لكم الايه؟ تفكير اهو. كلمه كفرج معناها ايه؟ معناها عايز اوصل لاكبر اريا ممكنه. ده اتجاه. في اتجاه تاني ان انا عايز ازود الكاباسيتي تبقى اكتر ما يمكن. هل الاثنين ممكن يتحققوا مع بعض؟ لا، بيبقى في تريد اوف. انت هدفك كفرج، يبقى انت تروح لايه؟ الفريكونسيز الاعلى ولا الاقل؟ ركزوا كده، يبقى الفريكونسيز الاقل. فريكونسيز الاقل يبقى انا هعمل الكفرج. وليكن زي ما قلت لكم، ناخد مثال المدرج عندنا. انا بتكلم عند فريكونسي مثلا 800 ميجا، عرفت اوصل لاخر واحد في المدرج. طيب جينا قلنا هنركب واي فاي هنا في المدرج، فالاحسن اركب واحده ولا اركب اربعه؟ اركب اربعه. عشان اركب اربعه يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى انا عايز كل واحده تلمت ربع بس كده. لما تبقى واحده مخصصه لربع المدرج، واحده بتخدم المدرج كله، مين اللي الكباستي في السيستم فيهم اعلى؟ هو الثروبوت اللي طالع من الاكسس بوينت هو يعني مطلعه 100 ميجا مثلا بت بير سكند، خدهم 10 يوزرز، هنعتبر ان هم ايكوال ديستريبيوتد، كان كل واحد عمل 10 ميجا بت بير سكند، خدهم 100 واحد يبقى كل واحد عمل كام؟ 1 ميجا. يبقى انا لما بخدم عدد قليل من الناس وفي اريا اقل، يبقى انا بزود ايه؟ الكباستي. هو نفس السورس بس الديماند بقلل للناس اللي هتستخدمه، فتزيد الكباستي بتاعتك. دي القصه كلها اللي حصلت ببساطه. عشان كده ده التريد اوف اللي الناس بتلعب فيه. عشان كده بقى الشركات بيختاروا ساعات اوقات احتاج كفرج، في حتت لا محتاج فيها، مش دايما بيروح كده ولا دايما بيروح كده. يعني لو في منطقه نائيه مثلا او ريف او قصه زي كده، هو اللي يهمه في الحته دي ايه؟ الكفرج اكتر من الكباستي. انا عايز اوصل للناس دي كلها، هم عددهم مش كتير اصلا. تعالى حته مثلا في وسط البلد او هنا في الجامعه، هيعمل البلاننج بتاعه على ايه؟ على كاباستي. يبقى عايز يعلي في الفريكونسيز عشان بسرعه تقل وتعلى.
طبعا في شويه حاجات تانية بيعملها غير الفريكوينسيز، بس ده مثال بسيط نفهم بيه تريد اوف بتوين كلمه كاباسيتي وكلمه كفرج، وممكن تتقابل في النص، يعني اخد شويه من دي على شويه من دي، بدل والله ما اوصل مش لازم يبقى من نص كيلو ل 2 كيلو، ممكن عند كيلو واحد وكباستي معقوله، يبقى انا كده عملت ايه بالانس معين ما بين الاثنين. زميلتكم بتسال الكباستي معناها ايه؟ حلو السؤال، بتقولي هل معناها عدد اليوزرز؟ ها اتفضل. الداتا ريت الاجماليه ولا بتاع كل واحد؟ اللي هتوصل لك انت ماشي، عشان كده بقول الكباستي بيدخل فيها النمبر اوف يوزرز اللي موجودين، لان زي ما بقول لك الاكسس بوينت او الموبايل ستيشن بتطلع لك رقم معين، زي النهارده مثلا ما بيقول لك الفور جي مثلا او 3 جي بيعمل 100 ميجا بير سكند 84 اي رقم. ده بيعتمد على في كام واحد في السيل النهارده عشان تعرف تحصرف بالظبط انت هتاخد كام من ال 84. فعشان كده الكاباستي اللي طالعه من المحطه قد كذا صح، لكن الكاباستي الاصليه اللي احنا بنحسبها في الاناليسيس بتاعنا اللي هي كل يوزر هيوصل له كام. ده كله بقى كنا بنشرح الكونسبت ده، ودي حته بتشرح الموضوع بقى بتاع السيلولر اصلا، البلاننج بتاع السيلولر كان مبني على كده، لو ما كانتش السيجنال بتموت بسرعه بعد فتره معينه ما كنتش هعرف اعمل ريوز مره ثانيه، ودي حته احسن كمان ان نفس السبيكترم نفس الكارير فريكونسي اعرف استخدمه مره ثانيه جنبي بشويه، لان خلاص انا عارف ان السيجنال الاصليه ماتت لحد الحته ديت، واللي بعد كده ده كله انا اعرف استفيد بيه في ايه؟ ان انا ادوبليكيت الكاباسيتي مره ثانيه. ده افكت سريع كده للمشاكل اللي بتطلع في البروباجيشن بشكل عام. هم ثلاث حاجات رئيسيين بنسميهم، هم موجودين على الرسم عندك. دي الثلاث حاجات. اقل حاجه خالص بنسميها ايه؟ في الباث لوس اللي احنا اتكلمنا عليه. ده انهي كيرف فيهم؟ ده الازرق. ده الباث لوس. اللي انت بتاخد الموضوع كده ايه؟ يعني ده اللي هو الفيري كونزرفيتيف بلاننج، ان تقريبا المنطقه دي كده الديكي بيحصل بالشكل ده، لكن هي اقصى حاجه ان انت هتروح للفاست اللي هو الاخضر ده اللي هو العمليه بالديكي بسرعه قوي. انت بتلاحظها عندك، انت لو قاعد جوه البيت بتتنقل من حته للتانيه ارجع البلاك اي اظبط خلاص، بتفرق معاك على فكره كام سنتي عشان الويف لينث، انت ممكن تخطا في حته فيها نل او حته فيها بيك، يعني حسب السنتي يفرق فعلا في الحته دي. فالفاريشنز بتحصل كتيره لو انت مثلا اندور وفي ريفليكشنز كتيره بتحصل لك، فالمنظر بيبقى البلاننج ده، بس احنا ما بنعملش بلاننج على ده لان دي حاجه دايناميك. البلاننج عاده بيحصل على الازرق، او في حاجه ثانيه اللي هو الاحمر ده. الاحمر ده بنسميه الشادوينج. هتسمع القصه دي؟ الشادو افكت. فعندك ثلاث حاجات، دول ثلاث ظواهر طبيعيين نكون فاهمينهم كويس جدا في الوايرلس كوميونيكيشنز. يا اما بيحصل الباث لوس وده بنعتبره اللي هو مجرد بس باور ديكاي مع المسافه وخلاص، والفريكوينس ذاتس ات سمبل جدا، معظم البلاننج بيتبنى عليه. عايز تجود شويه بناخد حاجه اسمها الشادوينج. عايز تجود اكتر بتاخد الفاست فاريشنز اللي هي بنسميها الفيدنج او المالتي باث افكت. دي الحاجات اللي هي ايه فيري سلو قوي 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 قوي، بتتغير بسرعه جدا في حتت صغيره. الشادوينج ده يعتبر الافرج بتاع الفاست السريع ده، فكانه بيمثل الفاست السريع ده كانه هتلاقيه كده واخد الايه؟ انت ماشي كده بالاسلوب معاه بالظبط كده ايه؟ فالناس بتروح الاتجاه ده او الاتجاه ده عشان تفهم الكاركترستكس بتاعت الايه؟ المبنى. ممكن احيانا تروح لحته فاست اكتر شويه لو انت عايز تكفر حته اندور وفيها مشكله كتيره، حد ممكن يعملها بلاننج على الحته دي بس. لكن بشكل عام لو بتعمل بلاننج على اريا كبيره بنشتغل على الباث لوس اللي هو الاف سكوير والدي سكوير اللي اتكلمنا عليه. يعني بشكل عام كده مش عايز ادخل معاكم في تفاصيل اكتر، هنخلي بقى شويه حاجات تانيه كده ايه في محاضره تانيه، نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله.